بعد ما انضمت كل الشركات اللي في مصر لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. حلو؟ عدم خصم أو رد الضريبة إلا للفواتير الإلكترونية فقط، وده اعتبارا من إبريل 2023. هتقول لي ليه مهم؟ هقول لك تعالى نسأل دكتور محسن الجيار، هو مدير خدمة الممولين في مصلحة الضرائب. زي حضرتك يا دكتور. ازيك يا فندم، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. اهلا بيك ويا مرحب بالضرايب يا مرحب. احنا ناس بتسدد اول باول من المنبع بالمناسبة. قول لي يا دكتور، موضوع الضريبة الالكترونية اقدر اقول فعلا بملو الفم كده كله انضم لمنظومة الفاتورة الالكترونية؟ ان شاء الله باذن الله يوم 15/12/22 السنه دي هيبقى كل الشركات اصبحت ملزمه بالانضمام لمنظومه الفواتير الالكترونيه في جميع المحافظات على مستوى جمهوريه مصر العربيه. انطلقت منظومه الفواتير الالكترونيه في 30/6/2020. اعتمدنا في خطتنا ان احنا لما هنصدر الفواتير الالكترونيه هنطبقها على 8 مراحل. الحمد لله كانت المرحلة رقم 7 تم إطلاقها في 15/6/2022، والمرحلة الثامنة إن شاء الله هيتم تطبيقها على كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وآخر مدى ليها بإذن الله 15/12/2022. عظيم جدا. طيب مسألة الخصم والرد على الفواتير من هنا بالأدق من إبريل 23 مش هيبقى غير على الفواتير الإلكترونية فقط لا غير، أي حاجة تانية كأننا ما شفناهاش. بالظبط كده، احنا في منظومة الفواتير الالكترونية مركزين في الفترة الاخيرة ان احنا بنلزم الشركات ان كل فواتير البيع الخاصة بها لازم تكون وفقا للشروط والاحكام الخاصة بمنظومة الفواتير الالكترونية. وزي ما حضرتك عارف احنا في ضريبة الدخل لما بنبدأ نحدد الضريبة بالنسبة للشركات بنحددها على اساس صافي الربح، وصافي الربح بالنسبة للشركات هو عبارة عن الإيرادات ناقص المصروفات أو التكاليف، والمصروفات والتكاليف بالنسبة للشركات يلتزم علشان إحنا نعتمدها لازم تكون بفواتير. فمعالي الوزير أكد النهاردة أن الفواتير اللي بيقدمها الممول علشان نعتمد له المصروفات والتكاليف الخاصة بها من 1 أبريل المقبل لازم تكون من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية. ده بالإضافة لإقرار ضريبة القيمة المضافة إن لا يجوز خصم ضريبة المدخلات ولا يجوز رد الضريبة في إقرار الضريبة على القيمة المضافة إلا إذا كانت المدخلات في الإقرار بموجب فواتير إلكترونية. ما شاء الله، طب ده شيء رائع جدا، نشكركم عليه جدا 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 يا دكتور محسن، كل الشكر ليك دكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب. على الجميع انه يسجل نفسه في الفاتورة الإلكترونية. عايز مصلحتك سجل نفسك.